دائما في وسط الميدان مشت الكرة من هناك والانطلاقة دائما ما فيش وضعية تسلل. يقول حكم المباراة هذه صعبة هذه خطيرة، ولكن العودة الموفقة لسفيان كان يحاول تقديم العرضية والتوزيع، وكرة أخرى خطيرة لصالح ساري غليزان، والحكم يقول ركلة جزاء والحكم لم يتوانى عن الإعلان. تصاور ساري غليزان محاولة واحدة وستكون الأمور على ونحو آخر، وهذا الهدف الهدف الأول لساري غليزان. سفيان بلغ يفتتح مجال التسجيل السريع، انتصار بيبت الصورة. سفيان بلغ بكل رزانة وهدوء المرتدة مقطوع الكرة، لا تبقى دائما لصالح شبيبة الصورة. التدخل هنا على حمية، الحكم يعلن عن خطأ وبطاقة صفراء في وجه صابر الغربي، ستكون البطاقة الحمراء من دون شك. بطاقة صفراء كانت لصابر الغربي فعلا، هنا ليس له. دائما الكرة لصالح شبيبة الصورة، لصالح شبيبة الصورة خطيرة هذه الكرة، دائما المحاولة على جهة اليسار دائما لصالح الشبيبة، تبقى دائما خطيرة 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 خطيرة. تعديل النتيجة لفريق شبيبة الصورة، سعد إسماعيل يضع الكرة في شباك الحارس حمزة بوستر، خطيرة من هناك سعد إسماعيل، الكرة ضربت في بينما تتحول الكرة وتغير اتجاهها، ستكون قوية أيضا مع أحد الأندية التي يلعب من أجل الأدوار الأولى، ثم يتنقل إلى قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة. الكرة لفريق شبيبة الصورة الانطلاقة على الجهة اليسرى، والحكم يقول ركلة جزاء والهدف الثاني. قلت لكم بأن واحد الفريقين سيسجل الهدف الثاني. هنا التدخل على حمية، والحكم حنصل لم يتوانى في الإعلان عن ركلة جزاء بعد التوغل عن طريق حمية. هنا ضربة جزاء لفريق ست أهداف لحد الآن، الحمري وبوستر، الحمري الثاني ممكن في هذه الضربة، الثاني ممكن الثاني ممكن، والهدف الثاني لشبيبة الصورة. شبيبة الصورة تخطف التقدم في هذه آخر لحظات، الحمري يسجل الهدف الثاني، النتيجة تصبح ثنائية مقارنات، ولديه القادر على قلب الطاولة في أي لحظة. هنا الحمري يسجل الهدف الثاني، كرة في الكرة في شهارة على يسار الحارس بوستر مسجلا الهدف الثاني أمام فريق سريع خليزان. سريع خليزان الذي قلنا